بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أو تسمع لهم ركزا. بسم الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة.
تذكرة لمن يخشى. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم طه الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى Allah.
وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم أو أجد على النار هدى فلم فاخلع عليك فاخلع عليك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى
وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا
قال ألقها يا موسى. قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال رب اشرح لي صدري ويسر
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله.